أما الآن مع كلمة الحفل فليتفضل سماحة الشيخ مجيد التوبلاني مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أهنئكم وأهنئ نفسي بعد تهنئة مولاي صاحب العصر والزمان بهذه المناسبة العظيمة، مولد أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكان ميلاده عليه السلام ميلادا للإنسان في صورته النقية الصافية القائمة على ذكر الله وحب الله سبحانه وتعالى. واقعا يتحير المرء فيما يطرح في مثل هذه المناسبة. الشخصية مو شخصية عادية، كل جوانبها إشعاع، وإنك حينما تنظر إلى هذا الإشعاع العظيم تتحير أي ذرة من ذرات هذا النور يمكن أن تقتبس. لكننا إن شاء الله سوف نتكلم حول بعض استراتيجيات في إمامة علي عليه السلام. بختار نص واحد فقط، هو عبارة عن كتاب رسالة أرسله أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى أحد ولاته وهو واليه على البصرة، عثمان بن حنيف الأنصاري. أرسل إليه رسالة كتاب. نحاول أن نقف على بعض المحاور البسيطة جدا من هذا الكتاب وما يحويه، طبعا كثير بس لأن الوقت ما يتسع لي. قصة هذا الكتاب، هذه الرسالة، أن الإمام علي قد بلغه أن ابن حنيف دعي إلى مأدبة من الطعام. واحد من الناس قال له والله أنا عندي بوفيه، تعال تفضل يانا، وراح استخبر أمير المؤمنين وسوى وقعه على ليش رحت إلى هذه المأدبة إلى هذه الوليمة، وسوى له رسالة طويلة جدا فيها الكثير من الكلام وفيها الكثير من اللوم والمعاتبة، لأن هذا الشخص فقط ذهب ولبى لدعوة ذلك الشخص. لماذا وكيف؟ هذا ما سنتحدث عنه. في بداية هذه الرسالة يقول الإمام: أما بعد يا ابن حنيف، فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان. ما شاء الله حاطين لك ألوان من الطعام، وتنقل إليك الجفان، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو. يعني نقطة السلبية في هذه الدعوة، أنت تقول هذا شيء طبيعي، النقطة السلبية في هذه الدعوة يقول لي يا ابن حنيف، أنت يوم رحت هناك وقعدت ويا الجماعة والتفت حولك يمنة ويسرى، من اللي رأيت مدعو؟ هل رأيت الفقراء والمساكين، أو أنك رأيت علية القوم، الوكلاء والوزراء والتجار؟ فإذا كنت لا ترى إلا علية القوم وكبار القوم، فما كان منك وليس المؤمل منك أن تلبي هذه الدعوة. هذا اهتمام الإمام سلام الله عليه، سيأتينا. راح أتكلم واقعا في خمسة محاور إذا اتسع الوقت. أولا استراتيجية أمير المؤمنين في الحكم في الإمامة،
أنها استراتيجية قائمة على المراقبة والمحاسبة. يعني الإمام كان مشغول بولايات، يحكم ولايات من ولايات المسلمين، بلدان كانت ما يقارب 50 ولاية، ولكنه مع ذلك لم يغفل ولاية ولم يغفل واليا، كان يراقب ولاته، يراقبهم على الصغيرة والكبيرة. هذا ابن حنيف لو في عرف الساسة الحاليين السياسيين، في عرف الساسة الحاليين المفروض يعطونا درع تكريم بعنوان أنه يشارك الشعب في مناسباتهم وولائهم. هذا الحكي ما مشى عند أمير المؤمنين. الإمام أعطاه رسالة تأنيب وليست رسالة شكر، تقول له مو هذا المكان الذي ينبغي أن تكون أنت فيه. إذن كانت هناك محاسبة، كانت هناك مراقبة من أمير المؤمنين سلام الله عليه لابن حنيف. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية في حكم واستراتيجية الحكم عند أمير المؤمنين سلام الله عليه، لم يكن ينظر إلى كبار القوم كما يفعل الآخرون. دائما نجد أن الحكام والرؤساء والخلفاء كان المقربون دائما إليهم هم كبار القوم، الوزراء والوكلاء والتجار ودلين أصحاب المراكز وأصحاب المناصب. تلاحظ الحاكم هم دائما موجودين في ديوانه، دائما حوله، فهم المقدمون وهم المستشارون وهم الذين تقام لهم الاجتماعات والجلسات. الإمام سلام الله عليه كانت استراتيجيته قائمة على الفقير أولا. يا ابن حنيف، كأنما الإمام يقول يا ابن حنيف أنت لو ذهبت إلى وليمة ونظرت إلى من حضر تلك الوليمة ورأيتهم الفقراء والمساكين والمحتاجين كان قدمنا إليك درع شكر. الفقير أولا في ولاية علي، كان ينظر إلى الفقير، كان ينظر إلى المحروم، كان ينظر إلى المسكين، ولم يكن ينظر إلى علية وكبار القوم. لأن من ينظر إلى كبار القوم إنما يريد أن يثبت سلطانه بهم، وعلي يريد أن يرفع مقام الفقراء ولا يهمه حكم أو لم يحكم. سنوات عاش بعيد عن الخلافة، ما هم الموضوع، ما تغير شيء في خلافة أمير المؤمنين قبل الخلافة وبعدها. يا أخي نعل الإمام، شسع النعل اللي يقول رقعتها حتى استحييت من راقعها، ما تغيرت. كان من رعية القوم وكان حاكما وخليفة، النعل ما تغير، باب بيته لم يتغير، كل ما عاش فيه لم يتغير. عاش فقيرا محروما سواء كان من الرعية محكوما أو كان حاكما، فكان يهتم بهؤلاء الفقراء. الأمر الثالث، نقطة مهمة جدا، وهي أن عليا عليه السلام كان يحكم في الناس لا كحاكم ورئيس، وإنما كان يحكم كأب وكإمام، وشتان ما بين الأمرين. الإمام سلام الله عليه في هذا الكتاب، في هذه الرسالة يوضح هذا المفهوم. يقول يا ابن حنيف وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصه. ثوبين باليين كان يكتفي عن أمير المؤمنين. يريد يقول بأنك حينما تريد أن تحكم وتكون رئيسا وتكون كبيرا على القوم، صغروا أو كبروا، فإنك يجب أن تنظر إلى أنك الأب الحاني لهؤلاء الناس، يجب أن تنظر
إلى أنك مسؤول أمام الله بالواقع الشرعي أمام حكم هؤلاء الناس، فلا تحكمهم بالجبر والطغيان والظلم، وإنما تحكمهم بالعدالة والحنان والعطف من قبلك. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لكل العالم، ولاحظ هذه رسالة، احنا نقول رسالة خاصة، الخلفاء الباقين كانوا يعطون الرسالة إلى الوالي إلى الشيء ملاحظاتهم، ما يستفيد، ما تستفيد منها الأجيال، ما تستفيد منها الأجيال، مباشرة يودي إلى الوالي، أنت سويت كذا مثلا أنت معزول انتهى الموضوع، مثل ما طرش الرشيد وما إلى ذلك رسائل، أيها الوالي بقم فقد عزلناك فقم، انتهى الموضوع. لكن الإمام أراد من رسالة شخصية إلى شخص محدد أن تكون دستورا عالميا على عبر التاريخ، حولها إلى رسالة إلى كل الناس، إحنا اليوم نستفيد منها وبكرة الأجيال تستفيد من هذه الرسالة التي كانت في مضمونها المفروض أنها كانت شخصية. وإذا تقراها يا جماعة، أنا ما عندي مجال أقراها لأنها طويلة، ما تقول هذه رسالة، تقول هذه خطبة جمعة ضمن فيها الكثير من الأمور. علي كان يحكم كإمام، أتريد الفرق بين من يحكم كإمام وبين من يحكم كخليفة؟ كان أحدهم يقول، الحجاج بن يوسف الثقفي، شوف بعطيك أمثلة للحكم بين الأمرين، كحاكم وكإمام كأب، الحجاج بن يوسف الثقفي يشوف سحابة طائفة غيم فينظر لها ويقول: أينما تمطرين يأتيني خراجك. وين ما راح تمطرين فلوسك والثروة راح تجيني أنا، هذا كحاكم. أما أمير المؤمنين كإمام وكأب فإنه هذا يقول: ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع. الحجاج ينظر إلى امتداد واتساع الدولة الإسلامية نظرة ثروة وامتلاك وسلطة، وأمير المؤمنين ينظر إلى اتساع وامتداد الدولة الإسلامية ينظر لها بنظرة الفقراء. الحجاج يبحث عن الثروة في هذه الدولة الواسعة، وأمير المؤمنين يبحث عن الفقير في هذه الدولة الواسعة. هذا فرق ما بين الأمرين. بعد أيضا يقول عبد الملك ابن مروان في يوم من الأيام: لا يأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا إلا ضربت عنقه. لا أحد يقول لي اتق الله، خلاص. وأمير المؤمنين سلام الله عليه ينص على: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. هذا يحكم كحاكم وهذا يحكم كإمام، وفارق بين الأمرين. يقف أحدهم أيضا الحجاج يقول: والله ما أمرت أحدا أن يخرج من باب من أبواب المسجد. لو قلت لي اطلع من هذا الباب رقم واحد فيخرج من الباب الذي يليه، وإيش حكمه؟ بتسجنه؟ بتنفي؟ لا، إلا ضربت عنقه. يضرب عنقه إعدام حينما يقول له يطلع من هالباب، وطلع من الباب اللي عقبه. هذا الذي ينظر إلى الحكم بكونه حاكم. أما أمير المؤمنين سلام الله عليه فكان يكرر دائما: لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين. ويقعد مع طلحة والزبير ويقول لي: احنا من روح العمرة، ويدري بأنهم بيروحون يقودون حركة ضده
وبيسوون ثورة ضده، ما زعل ولا أقامهم ولا خلاهم في إقامة جبرية، قال لهم روحوا، صحيح أن أنتم ما تريدون العمرة وإنما تريدون الغدر، لكن مع ذلك اذهبوا، هذا الذي يحكم كإمام. فكانت استراتيجية أمير المؤمنين أنها كانت حكم إمام وليست حكم الذي ماذا يريد، لذلك يقول إلى مالك الأشتر: ولا تكن عليهم سبعا ضاريا تلتهم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. هذا الفارق، الفارق ما بين حكم أمير المؤمنين كإمام وغيره، أنه حينما نظر إلى نصراني من الناس يتكفف الناس، فقير قاعد على قارعة الطريق وما ديده، التفت إلى جنوده وأنصاره وهو في هذه الأبهة المشية العسكرية، فقال لهم: ما هذا؟ اللي مو عارف أمير المؤمنين ومو دارس هندسة تفكير أمير المؤمنين أجاب على سؤال الإمام، قال: هذا نصراني من الناس. قال لي الإمام: أنا ما سألت من هذا، أنا سألت ما هذا. يعني شنو هذا المنظر؟ واحد في حكومة أمير المؤمنين تحت ولاية أمير المؤمنين يمد يده إلى الناس، سواء كان نصرانيا أو غير نصراني، الحاكم غير علي يسأل من هذا، وعلي يسأل ما هذا، وشتان بين الأمرين. أنا طفت شوي، طولت ها، باختصر في النقاط الباقية. اي والله. الأمر الآخر أعتقد أنها النقطة الرابعة، تحويل التحديات إلى فرص، مهم جدا. واحد يوم من الأيام عرضت أمام الطلبة صورة شخص جاهل صغير عمره يمكن 6-7 سنوات، حاط أمامه نفس الكشك الصغير يبيع حب ما حب في إحدى الطرقات في إحدى الدول. طبعا هذا ما وجد وترك أماكن الله واللعب وجاء إلى أن يبيع هذا الأمر البسيط إلا لحاجة الفقر، لو لم يكن بحاجة إلى المال ما وضع، لو كان أبوه عند أموال ما وضع في هذا الموقف. هذا موقف المفروض أنه في المدرسة، والمفروض أنه يتعلم، والمفروض أنه يلهو مع الأطفال، لكن مع ذلك كان عنده كتاب أو دفتر كراسة يراجع منها ويجاوب فيها وهو يبيع. هذا يعيش صعوبات، يعيش تحديات، ولكنه يستطيع أن يحول الصعوبات إلى شنو؟ إلى فرص. هذا بإمكانه عقب 3-4 سنوات يمكن بإمكانه أن تجارته تكبر وتكون له فرصة في العمل والتعامل التجاري أكثر من غيره. بإمكانه على مر الأيام أن يكتسب خبرة العلاقات العامة مع الناس والتجارة ويحوز على تجارة وافرة ويصير من أصحاب الأموال أكثر من خريج البزنس من الجامعة. هذا الشخص أمام فرص. أمير المؤمنين سلام الله عليه يريد أن يقول لنا، يريد أن يقول في هذا الكتاب: حولوا التحديات إلى فرص، لا تستسلم إلى الصعوبات وإلى التحديات، وإنما تستطيع أن تحول ذلك إلى فرص. أتذكر من قراءة من أكثر من 28 سنة في كتاب بين الله والإنسان للشيخ محمد جواد مغنية رحمة الله عليه، يذكر قصة، يقول واحد كان فراش يصب قهوة إلى المدير وإلى الإدارة، في يوم من الأيام تغيرت الإدارة، اشترطوا أنه ما في موظف إلا عنده حامل شهادة، هذا ما عنده شهادة ولا يعرف يقرأ، فطرده، عطاه راتب كم شهرين وقال له: مع السلامة، روح شوف لك مكان ثاني. وراح حمل إليه بعض الأشياء تم يبيعها شوي 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 شوي، وإذا به أصبح من أكبر التجار. دعي في يوم من الأيام في مؤتمر، جاء إليه واحد يريد
أن يأخذ أسماء الحضور وتوقيعاتهم، عطى ورقة باللغة الإنجليزية بعد، قال لي اكتب دور اسمك وقع واكتب اسمك وقع. قال له لو كنت أعرف أكتب اسمي وأوقع لما زلت فراشا. حالة من تخلق من الصعوبة. الإمام يعطينا مثال جميل إلى هذا الجانب ما أريد أطول فيه. يقول الإمام في نفس هذه الرسالة: ألا وإن الشجرة البرية أصلب عودا. الإمام يقول أنت تشوف الشجرة اللي تنمو في البر هذه في عندها تحديات، عندها صعوبات. هذه الشجرة في البر لا موجود ماء كافي ولا موجود ماذا بيئة زراعية كافية، المناخ مو مناخ زراعي، ولكن تجد بأن هذه الشجرة البرية أصلب عودا. هذه الشجرة يقول أمير المؤمنين حولت التحدي إلى شنو؟ إلى فرصة. واضح هذا المفهوم لو لا؟ إذا واضح صلوا على محمد وآل محمد. آخر نقطة حتى لا نطيل عليكم، بالعكس أن تحول الفرص إلى تحديات. يحتاج الإنسان في بعض الأحيان هذا الأمر، أن نحول الفرصة إلى تحدي. اسمع أمير المؤمنين شنو يقول: ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، لكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي. عندي فرصة، أمير المؤمنين عنده فرصة أن يمتلك بيتا مرفها فيه كل أنواع الرفاهية، أن يمتلك السيارات الفخمة، أن يمتلك القوارب الضخمة، أن يمتلك الأموال، أن يغير حياته بأكملها، مو بالجشع ولا بالسرقة، كخليفة للمسلمين. ومن حق خليفة المسلمين أن يكون له بيت يليق بشأنه، أحد يعارض؟ من حق خليفة المسلمين أن يكون له المركوب الذي يليق بشأنه، ومن حق خليفة المسلمين أن يكون وأن يكون وأن يكون. لكن مثل ما قلت لك الإمام لم يتنازل عن شسع نعله، ولم يتنازل عن الأمور البسيطة التي في معيشته العامة. هذا حول فرصة أن يكون، ما بقول ملياردير ولا بقول مليونير، لا بقول فرصة أن يكون ميسور الحال، ميسور الحال، حولها إلى تحدي. قال هي تحدي لإيماني، إلى عقيدتي، إلى رسالتي، وبالتالي لابد أن أنجح في هذا التحدي. هذا كان علي عليه السلام. عليا حبه جنة قسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة.